اتكلموا مع كولر. كولر طبعا زي اي مدرب بيتعصب لافكاره او بيتعصب لاختياراته. الراجل قال لهم يا جماعه لا ده لسه بدري على مودست، ده انا لسه بجهزه، ده محتاج فتره تاهيل ايه، ده محتاج يلعب ماتشات ايه. تمام ماشي. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ان شاء الله بعد فتره التوقف هتشوفوا واحد تاني خالص. طب النهارده مودست بيلعب، لعب المباراه اللي فاتت 90 دقيقه، وعلى فكره ما كانش سيء قوي يعني المباراه اللي فاتت. ايوه ما بس كانش. يعني مهما مش المستوى اللي احنا مستنينه لمهاجم، يعني اقول لك حاجه، محمد شريف افضل 100 مره، لا صلاح محسن افضل 100 مره، كهربا افضل 200 مره، محمد شريف احسن 100 مره طبعا، ما فيهاش كلام. لكن يعني كلام هو يعني ممكن يكون افضل شويه الماتش اللي فات، بس لا مش هو ده المستوى اللي احنا، لا انا او المواصفات اللي احنا الاهلي عايزها. القرار الفني في مودست او راينا في مودست دي حاجه مفروغ منها، مودست لا يصلح للاهلي. انا بتكلم على كولر وفكره. انا راجل بقول لاداره النادي الاهلي يا جماعه ده راجل فروت كويس وانا هصبر عليه وهديله. طب انت النهارده في ظل ايقاف كهربا وفي ظل استبعاد صلاح محسن لاسباب فنيه، خلي بالك يا كابتن، خلي بالك النهارده مين اللي يبتدي اساسي؟ صلاح محسن استبعد فنيا، اسباب فنيه، الراجل شايفه فنيا بعيد يعني. هو الراجل من وجهه نظره ان صلاح محسن، صلاح لعيب جامد جدا، هو شايفه، هو اللي مرجعه من سيراميكا، هو اللي مرجعه من سيراميكا ورجعه على اقتناع، وما شاش محمد شريف الا لما اتاكد ان صلاح محسن رجع. طب تمام مفيش مشكله، استبعد صلاح محسن فنيا، كهربا موقوف، فبالتالي يعني من الطبيعي ومن المنطقي ان مودست النهارده يبتدي اساسي. وانت عايز تقف هو لعب الماتش اللي فات، بس في حتى بقى ايه فنيه كده، هو قال ده. هو ده انا هقولها لك بقى، ان هو انا ما بكونش عندي لعيب جاهز ما اقدرش احمل عليه ماتشين ورا بعض من البدايه، يعني لعب ماتش المقاولين، لعب فتره كبيره في ماتش المقاولين، ما اقدرش ابدا بيه النهارده، هيبقى جسمه مش قادر يعني يتقبل او يتحمل المجهود. ما يلعبوش خمس دقايق، يلعبوا اكتر يعني، خصوصا ان الاهلي كان محتاج يكسب. ايوه يعني انا النهارده اولا، انا يعني اولا كان ممكن ابتدي بيه المباراه واخرجه بدري، يعني ده مش هيقدر باللي احنا شايفينه، ما يقدرش يا كابتن. ما هو ده كلامه هو. هو الراجل بيقول ان ده مهاجم كويس وانا عايز اصبر عليه. تمام، انت النهارده بتتكلم عن جزئيه مهمه، يعني قصه جزئيه فنيه بدنيه او فنيه، معاك جدا. الراجل ما عندوش مهاجم، هيبتدي بيه وبعد كده بقى حلال الف حلال بقى، اضطر العب بيرسي تاو مهاجم، اضطر، مع ان انا بما ان انا استبعدت المهاجم الاساسي بتاع صلاح محسن، ما ابتديتش بيه، يوم لما انزله انزله اخر خمس دقايق. طب انا كده بحرقه اكتر، وبنزله ايه بقى؟ وبنزله النتيجه عامله ازاي؟ يعني انت مش كسبان. واحد واحد. واحد واحد مش كسبان، يعني انت النهارده محتاج ان الراجل ده يستغل انصاف الفرص عشان تكسب، زي ما قفشه عمل. او زي ما قفشه نزل واستغل الفرصه بتاعته اللي جات له في الوقت الضايع وقدر يحقق المكسب. تمام. فانت بتخلص عليه ولا عايزه ولا ايه الدماغ؟ يعني انت دماغك ايه؟ في برضه حاجات يعني كولر بنقف عندها. هو الراجل طبعا زي ما قلنا احنا مقتنعين بيه كمدرب كويس جدا، ولكن عنده اخطاء. لا هو مش بيخلص عليه، هو بيحاول يساعده. انا بشوف ان اللي حصل النهارده ده مش مساعده. ده مش مساعده. بيحاول يساعده بذكاء، ان هو يعني يلعبه فتره صغيره. لا انا مش شايف ريحه ذكاء خالص يا كابتن. انا النهارده بنشوف هو دلوقتي كولر، خلي بالك انا هقول لك احساس كولر. كولر مضغوط دلوقتي من اداره الاهلي، ومضغوط من الراي العام والاعلام على مستوى مودست، فبيحاول ان هو يختار له الوقت اللي يلعب فيه. النهارده قال لك مش هلعبه فتره عشان لعب ماتش المقاولين، فاداله 7-8 دقايق. القدر بيقول كلمته، القدر كمان بيقول كلمته. والنهارده في اليوم اللي بيظهر فيه مودست بالتلويش اللي كنا لسه بنتكلم عليه، الكندوسي اللي خرج كسر الدنيا من النادي الاهلي بسبب مودست. يعني الاهلي الكندوسي النهارده جامد قوي. مظبوط جامد قوي. مش النهارده بس يا كابتن، انت راجل متابع، انا متابع سيراميكا بس النهارده كان بالذات. كل ماتشات سيراميكا الكندوسي رقم واحد. هو اللعيب رقم واحد وافضل لعيب في سيراميكا، جايب اربع تجوان لغايه دلوقتي. مظبوط، من اهم اللعيبه ولسه كده عليه في سيراميكا. الناس بيقولوا لك انا بتابع الماتشات وشايفه. تخيل بقى ان في اليوم ده، يعني يا ويلات القدر زي ما بيقولوا، النهارده شوف مودست عامل ازاي، الكندوسي عامل ازاي الناحيه الثانيه. تمام، شوف بقى، سيبك من الكندوسي كمان، شوف مودست وشوف اكينولا بتاع الزمالك، سامسون. سامسون اللي احنا كلنا بنقول ان ده راجل بتاع رفع اثقال، وان هو مش لعيب كره اساسا وكل حاجه، نزل جاب جون النهارده، هو يعني جاب جون وظهر في صعود الزمالك. يا كابتن مودست لاعب يحصل على مليون و500 الف دولار، راجل جايب عموله، العموله بتاعت الوكيل، صفقه مكلفه النادي الاهلي مليون و800 الف دولار في سنه. رقم كبير قوي، مليون و800 الف دولار في سنه، رقم كبير. احنا بنتكلم في ايه؟ يعني احنا كل اللي بنتكلم فيه ده، احنا بنتكلم في قصه ان مودست ده لعيب لا يصلح خلاص. ان انت تغلط مش عيب. طيب المكابره هي الوحشه. طيب.